ما عقلتش واش بديت تشجر ولا لا. اجي ياك ما خليت البوطه مشعوله، واش سديت الباب ديال الدار ولا لا؟ شحال من مره كتوقع لينا هذه القضيه فين ما كنبقاوش عاقلين على شي حاجه، وغالبا كنقولوا الذاكره ما بقاتش عندنا. ولكن واش فايت طرحنا على راسنا السؤال كيفاش هذه الذاكره كتخدم، واش كلنا بحال من جهه القدرات على استعمال ديالها، واخيرا واش نقدروا نترينيو باش الذاكره ديالنا تربي البيسابس. هاد الاسئله هي اللي غادي نحاولوا نجاوبوا عليها في هاد الحلقه ديال يو شود نو باي قصير، المهدات لكم من طرف شاي. الذاكره ديال بنادم كتخدم بواحد النظام باين وفي نفس الوقت معقد، ولحقاش كاينين علماء اللي خصو حياتهم كامله للدراسه ديال الذاكره. حنا ما غاديش يمكن لينا في حلقه اننا ندخلوا في جميع الديتيلز، داكشي علاش في هذه الحلقه غادي نحاولوا نبسطوا الماكسيموم. ايوا حضروا معايا العقل ديالكم باش ماشي من بعد يقول بالله هضرنا عليه في ظهره. غالبا الذاكره كتخدم بالارتباط، يعني كاينين شي معلومات ما حافظينهمش ولكن عارفين كيفاش نوصلوا ليهم، بحال مثلا هذاك جدول ديال الضرب اللي كان كيطبعوه في الظهر ديال دفتر الفهد. الا بغيتوا تحفظوه راه تقدروا تحفظوه، ماشي ما تقدروش، ولكن انكم تفهموا اللوجيك ديال العمليه ديال الضرب احسن لكم. الاخصائيين كيصنفوا ثلاثه ديال الانواع ديال المعلومات اللي كترسخ في الذهن ديالنا بطريقه سهله. كاينه جدوديه ريسنسي، يعني كنعقلوا حسن على الحوايج اللي الله وقعوا والمعلومات اللي الله تعلمنا، وخا بعض المرات الواحد كينسى باش تغدى. كاين تكرار فريكونسي، كنتفكروا مزيان الحوايج اللي كنديروا ديما، وبعض المرات نقدروا نديروا شي حوايج بلا ما نشعروا بكثره الولف، بحال السدان ديال الباب ديال الدار مثلا. اجي انا سديت الباب ديال الدار. واخيرا الذكرى ديال العظمه الفيفيدنس، يعني كل ما كان الحدث في شكل كل ما كيبقى راسخ في الذهن ديالنا، بحال هذاك العرس اللي داروا فيه الدلافين هما اللي جابوا الطيافر. عرفت زدت فيه شويه، ولكن هو كان شي عرس فيه الدلافين هما اللي جايبين الطيافر عمرك ما غادي تنساه في حياتك. في المرتبه ديال اصحاب القدرات ديال الذاكره الخارقه كاين واحد السيد اللي صعيب شي واحد يوصل للمستوى ديالو، كيم بيك. كيم بيك كان عنده قدرة على القراءة ديال جوج صفحات ديال كتاب واحد في نفس الوقت، يعني كل عين كتشوف في صفحة بوحدها، ولكن أهم حاجة هو أنه كان كيقدر يعقل على كاع داكشي اللي قراه. والسيد ماشي من النوع اللي قرا كتاب ولا جوج في العام، على حسب واحد المقال ديال نيويورك تايمز كيم قرا ما يقارب 12,000 كتاب في حياته. القدرات ديالو كانت كتعتبر خارقة لدرجة أن هوليوود دارت فيلم مقتبس من الشخصية ديالو واللي هو رين مان. الممثل داستن هوفمان اللي لعب فيه الدور الرئيسي مع توم كروز كان تلاقى مع كيم بيك وحاول يدرس التصرفات ديالو، الشيء اللي خلاه يربح الأوسكار ديال أحسن ممثل. And I just want to thank all the people I talked to that were autistic and their families and the doctors and all their help, particularly Kim Peek, who was the first inspiration of the film. إلا كنا حنا بعاد على المستوى ديال كيم، وفي غالب الأحيان كنشوفوا راسنا بحال إلا الذاكرة ديالنا عيانة، راه خاصنا نعرفوا بلا في غالب الأحيان ماشي الذاكرة ديالنا اللي عيانة، ولكن حنا اللي ما كنترينيوش بها. بحال إلا قلنا أننا عيانين في الجري وحنا عمرنا ما جرينا. التطوير ديال الذاكره كيمر من واحد الرغبه في الخدمه عليها، وكل عام كاين عدد ديال الاتليتس لقاش تقدروا نعتبروهم اتليتس اللي كيترينيو بجديه كبيره باش يوجدوا الورد ميموري تشامبيونشيب، حدث اللي كيتجمعوا فيه غير الناس اللي ما كينساوش، وهادو خصك فريمون دير معاهم الزوين لقاش راه ما كينساوش. حدث للمشاركين فيه خاصهم يحفظوا ساعه ديال النوامر ولا الترتيب ديال البكيه ديال الكارطه مضموصه الى اخره. ولكن الشيء اللي مثير للانتباه هو ان هاد الاتليت ماشي ناس اللي عندهم دماغ مختلف علينا ولا نقدروا نعتبروا ان الذكاء ديالهم خارق، بالعكس
هما ناس بحالنا بحالهم، غير هما كيستعملوا تقنيات اللي كتخليهم يرتبوا المعلومات اللي ما عندها حتى شي معنى abstract بحال النوامر، ويحولوهم الكلمات اللي كيركبوا منهم قصص اللي فيها واحد تسلسل ديال الافكار. وهاد القضيه اي واحد فينا الا بغى يعطيها شويه ديال الوقت يقدر يوصل لنفس النتيجه ويولي عنده ذاكره مزيانه. ناخذ مثال باش نفهموا اكثر. بغينا مثلا نحفظوا الرقم ديال الحساب البنكي ديالنا ولا النيميرو السيري ديال الباس جواز باش ما نبقاوش ديما نقلبوا عليه فاش نبغيو نشارجيوه. غادي ناخذوا كل رقم ونحاولوا نخترعوا قصه منه باش نونريجستريوه في الذاكره ديالنا. انا باقي عاقل فاش يلاه بديت كنسوق، يعني باقي عندي البلاكه ديال 90. اول صافره درت بالطوموبيل مشيت لاكادير بوحدي، دوزت فيها سيمانه، 5 ايام ديال التبحار والبرونزاج، ونهار ديال الطريق في المشي ونهار ديال الطريق في الرجوع. هاد القصه تقدر نعقلوا عليها احسن من اننا نتفكروا 90 33 75 11. 90 هي البلاكه 90، 33 الرقم ديال اكادير، 7 ايام ديال الكونجي، 5 ايام ديال التبحار، نهار ديال المشي ونهار ديال الرجوع. بالنسبه ليا انني نحفظ قصه بهذا التسلسل تكون سهل عليا من انني نحفظ هذوك الارقام. تانتوما تقدروا تجربوا هاد التقنيه وقولوا لي كيفاش وصدقات لكم ولا لا في التعاليق، ولا قدرتوا تبارطاجيو معنا القصص اللي اخترعتوها بالارقام ديروها في الكومنتير. شكرا للتتبع ديالكم لهذه الحلقه الاولى ديال شود نو باي قصير، واللي مهدات لكم من شاي الايس تي 100% مغربي. نتلاقاو قريبا في حلقه جديده، ونتمنى هادشي اللي قلنا اليوم يخليكم ما تنساوش هذه الحلقه. الله يعاونكم. وما تنساوش تشاركوا في القناه وتلايكيو الفيديو. اجي شحال فيها من كالوري هذه؟